تاني بقول، طب ايه الغلطه فين؟ انا في تقديري ان الغلطه هي عدم انا النهارده زي ما انت جبت فريق اسامه لما بكلمه قلت له انت ليه ما جبتش رجال الصحافه والاعلام وشرحت لهم الموضوع؟ مش بعد ما نخش البرلمان يا دكتور، لا قبل. ليه؟ الناس عايزه تعرف وعايزه تطمن وعايزه ان ما يكونش في حاجه غلط بتتعمل او في حاجه هتبقى غلط. وبعدين احنا مش هنقول ان ابدا ان كل من تكلم ممكن يكون عنده يعني مغرض ولا حاجه او مش عارف. في ناس خايفه، وخايفه من ايه؟ ما هو الخوف بقى سمه موجوده عندنا، موجوده عندنا، مش مصدقين ان احنا نقدر نعمل. لا احنا نقدر نعمل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعمل وهنعمل وهتشوف. فكان المفروض ان هو قبل ما الكلام ده يعلن في البرلمان يتعمل مؤتمر صحفي يجيب الناس يشرح لهم الحكايه 1 2 3 4. يوم النهارده، طيب لو انت النهارده جيت عملت طرحت شركه قناه السويس في بورصه للمصريين فقط، للايه يا دكتور؟ للمصريين فقط، عشان نبقى كلها اللي حاسس يعني الناس اللي هتشتري الاسهم دي من المصريين بس. انا في فرق ان اقول ان القناه دخلها كده وان انا اقول في اموال سائله في البنوك 200 300 مليار جنيه. انا بقول كلام، انا مش اقتصادي يعني، بس الاقتصاديين يردوا عليا. يتقال ان ليها حسابات في البنوك فيها 100 مليار او 200 مليار. لا طبعا، ده حاجه تانية خالص، ده مستوى اكتر من الموجود. طب ارد على حاجه تانية خالص، مش بتيجوا ساعات تقولوا اوقات ان في مشاريع هتتعمل قد تؤثر على دخل قناه السويس في يوم من الايام؟ مش بتقولوا كده؟ صح كده؟ طب ده يخليني اعمل ايه؟ ان هتاثر بنسبه قد 10% مثلا، ده كلام نظري خالص يا جماعه، بس انا برد عليه. يبقى انا عندي دخل يا محمد؟ عندي دخل. طب اعمل مشاريع تانية؟ اعمل شركات تانية؟ انا اقدر بالملاءه الماليه اللي موجوده ديت، بالتدفق المالي الشهري اللي موجود ده، اخش في مشروعات مش ب 500 مليون في الشهر، باكتر من كده بكتير، لان المشروع هياخد سنه ولا اتنين اول ما يخلص. فيبقى ال 500 ب 6 مليار كلام يعني، خلي بالكم.